السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درسي فيزياء للصف الرابع العلمي. لخصت الفصل الأول، أو نقول مرشحات الفصل الأول، يعني مرشحات يعني بس التعاريف، بس الكلاميات، عدا المسائل والأمثلة. أنا منزلتهم بقناتي، شارحة الأمثلة وشارحة المسائل. يلا يعني عرف ما يأتي. الباديات هي عبارة تسبق الوحدة وتكتب كدالة أسية للرقم 10، وتكون أجزاء من تلك الوحدة عندما الأس سالبا، أو مضاعفات لتلك الوحدة عندما يكون الأس موجبا. الزاوية نصف القطرية هي الزاوية المركزية المقابلة لقوس طوله يساوي نصف قطر الدائرة. الزاوية المجسمة هي الزاوية المركزية المجسمة التي تقابل جزء من سطح كروي مساحته بقدر مربع نصف قطر تلك الكرة، وتقدر بوحدات SR. سؤال: على ماذا يعتمد دقة القياس؟ الجواب: أولا دقة أجهزة القياس المستعملة، مهارة وخبرة العامل، وظروف عمل التجربة. يلا يعني أخذوا لها سكرين هذه الورقة الأولى خاطر ننتقل إلى الورقة الثانية. يلا هذه تمام. سؤال: ما أهمية الرسوم البيانية؟ أولا الحصول على المتوسط الحسابي، توضيح العلاقة بين متغيرين تجريبيا، والاستنباط علاقة رياضية، وتحديد قيم الثوابت من الرسم البياني. ما هي خطوات الرسم البياني؟ تحديد نقطة الأصل 0 و 0، ويحدد مقياس الرسم لكلا المحورين، واختيار مقياس الرسم، ويفضل استخدام الأرقام الزوجية. التغير الطردي يقال لكمية A بأنها تغير تغييرا مباشرا مع كمية أخرى B إذا اعتمدت الكميتان إحداهما على الأخرى، بحيث إذا تغيرت B فإن A تتغير بالنسبة نفسها. التغير العكسي يقال لكمية A إنها تتغير عكسيا تبعا لكمية أخرى B عندما تتغير طرديا بصورة مباشرة مع مقلوب الكمية B. فهذه التعاريف، هاي ما طالعات كلهن. زين، سؤال: ما هي أهم مصادر أخطاء القياس؟ أولا أخطاء الأجهزة وأدوات القياس المستعملة، وأخطاء شخصية. ما سبب أخطاء الأجهزة وأدوات القياس؟ أولا عدم دقة تدريج الجهاز، رداءة صنع الجهاز، المعايير الغير الصحيحة، وعمر الجهاز. ما سبب الأخطاء الشخصية؟ قلة خبرة الشخص بالقراءة ونقل المعلومات، الأخطاء الخارجة عن إرادة الشخص بسبب الظروف المحيطة به. سؤال: كيف يمكن معالجة الأخطاء؟ بالقياسات المتكررة وإيجاد المتوسط الحسابي. فقط هذين الثلاث أوراق. أقرأ بس دن الأوراق الكلاميات، تلخيص أو مرشحات الفصل الأول. إن شاء الله نكمل وياكم تلخيص الفصول الأخرى، وإن شاء الله التوفيق.